استمراراً لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وسرطان البروستات، جالت كرفانات مجهزة بخدمات طبية وأجهزة في عدة مناطق في ريف اللاذقية، وكان من بينها قرية الشبطلية وعين البيضة. إن شاء الله نحن يعني بهالحملة نقدر نقدم خدمة للمواطنين، لأنه كتير الموضوع هذا الكشف كتير موضوع مهم. في بعدين مراكز مرجعية بالمشافي، هي رح نحن بنفحص بناخذ العينة والعينات بتنزل بعدين على المشافي على المراكز المخابر المرجعية ليتم متابعتها بعدين من قبل فريق متابعة. ضمن الكشف المبكر عن أورام الثدي وسرطان البروستات وإجراء لطاحة عنق الرحم عند السيدات. طبعا الحمل كتير مهم بالنسبة لهي، خاصة في عين البيضاء، لأن نسبة الأورام تعدت الحدود المعقولة. أجي أفحص حالي مشان طمع عن صحتنا. هاي الحملة حملة إيجابية لجميع المنطقة وجميع المواطنين، وهي شغلة صحية بتفيد جميع الناس. هي صورة للإطمئنان بشكل عام إذا في حدا عنده أي إصابة أو هيك شيء. حملة كتير مهمة وكتير بتمنى أنه تتكرر يا ريت، لأنه الوضع مثل ما شايفين يعني لم نقدر ننزل على المدينة، وحتى ماديا هي مكلفة. جايين مشان حملة فحص الثدي، طبعا هالبادرة كتير حلوة كانت أنه إجوا وفروا على ناس كتير نزلي على المدينة يعني، وبنصح كل حدا يجي يطمن على حاله يعني، لأنه بالنهاية الجسم ما حدا بيعرف شو فيه شو مضمونه يعني. تستمر هذه الحملة لغاية 25 من شهر تموز لتشمل كافة المناطق في محافظة اللاذقية.